اديله اديله سلام. الهليكوبتر ايه؟ هو ازاي ركلها هنا؟ عارف هو الهليكوبتر يا عم بتركب في البتاعه دي ولا عزاء للترافيك؟ والله اركب يا عم. اديها اديها يا برو. على ده في ايه؟ خلي بالك خلي بالك في ايه السواقه دي؟ هو احنا بقى كنا داخلين نعمل ايه النهارده اصلا؟ ما عنديش اي فكره. ما عنديش. انت اللي جايبني على فكره. كنت المفروض هنعمل مهمه فجاه اتقلب الموضوع ان احنا بنريكفر مودي مان بالعربيه بتاعته. والله ايه انا مجهز لك حاجه واحده النهارده. ايه الحاجه دي؟ انا مش عارف ليه من ساعه ما بدانا مش عارف اروح لها. وصلنا 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 الحمد لله. هل بقى هينفع نخش البتاع ده؟ احنا اصحاب مكان محدش يقدر يزعلنا. لا اللي انا قصدي الهانجر نفسه. ايه ده؟ هي ايه ده في ايه؟ ايه الدراما؟ خليك مستنيني بقى. هجيلك ما تقلق. السلام عليكم. في واحد بره بيصور كونتنت عايز ابهره يعني محتاج ال اكسس ذا فري تريد شوبينج اب. هو الكمبيوتر بتاعي فيه اهو. هو انت بتعمل حاجه بره ولا ايه؟ حاسس؟ لا يا عم انا قاعد مستنيك اهو. ايه ده؟ ايوه بس لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه اللي حصل؟ بدات مهمه من غير ما اقصد. حسبي الله ونعم الوكيل. خش يا عم. استنى خش الهانجر يا عم. ارجوك اخش من الباب بس. اجري خش جوه بسرعه خش جوه بسرعه. الحمد لله. توكت ميجل. مين ميجل ده؟ مش هروح لحد. مش كل ما اجي اعمل حاجه دخلوني مهمه يا عم. سيبوني اشوف الهانجر دقيقه واحده بس. ايه ده اللي حصل؟ هو فين؟ بوست حاجه ولا ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ما ينفعش تقريبا لازم اخلص الميشن دي. ويلكم باك يا مستر. يا عم ايه يا عم ده يا عم؟ طب تعالى نروح له بالطياره. طيب نخلصها ونرجع له. بيقول لك 5G. ايه ده؟ في نت هنا كويس. يا ترى 5G النت واقع في الحته دي. ما تروحش عندها. انت بتقول ايه؟ اهو بص اقول لك على حاجه. ناخد الطيارتين. الصوره ايه ده فيها؟ تعال اركب معايا. اسمي استنى انا اجي وراك ولا هركب معاك؟ لا اركب معايا اركب معايا. طبعا قد يظن البعض انه ايه ده، هو ازاي هيطيروا من هنا؟ قد يظن البعض وقد يتشكك. بيستي ده هو اصلا فاضل 27 دقيقه. الو باي. انت جاي ولا ايه؟ انا جاي يا عم بس انت بعيد. انا هجي لك اهو. الف لك استنى. لا خلاص انا جاي اهو. انت فين؟ بيستي اوعى تعمل اللي اسماعيل كلده سي او بيستي هنا. ايه ده بيستي؟ هاي انت عطست مره فانا عطست مره. وحش ولد لعين. انت عطست لا 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 يا عم. ايه الدراما دي يا عم؟ مش مالكش بنظار خالص. ايه ده بيستي؟ اهو خد تعالى. فين يا عم الطياره بتاعتي يا عم؟ نفسي اجربها قبل ما يحصل لنا حاجه. ايه الموجل ده؟ طب تعالى نجيب من الطياره. طيب ايه الموجل ده والله؟ اتصل ببيجاسس يا عم. خلاص طيب شوف طياره. انا طلبت طياره قدامنا. ماشي خلاص. اسمع في حاجه ليزر حاجه معرفش هتلاقيها قدام شويه. ليزر؟ معرفش والله. اللي هو ما بيعرفش يطير بينا لو بنحاول نفضل عايشين، بس لو عايز يخش في طيارته وهي في الهواء يجيبها عادي. تاخد طياره سريعه ولا تاخد طياره سريعه؟ في طياره نفسها جنب اهي يمين اهي. اي خدها خلينا نشوف ايه الموجل ده. تيك ذا ميجل. ايه هو ده؟ مش ده سميجل؟ سميجل. هوبا بس طلع بسرعه. لا اله الا الله. بستي انت مت؟ ما انا جنب المكان، ما هو لقيته مره واحده تحتيا فنطيت. والله هو نفس اللي انت بتعمله ده انا عملته بس مت بقى. لا انت رايح فين؟ هو انت اللي بتختفي في الكادر كده؟ ايه ده؟ تمام مصوت كل ايه ده؟ هاي بس تعمل ايه الاخبار؟ ايه بقى اللي بيحصل؟ انا عارف في حاجه اسمها موجل. ايه الموجل ده؟ سميجو. ايه مودي مان وايه موجل وايه الحاجات الغريبه اللي هتطلع لنا دي؟ بريشيس. تصدق عايز اتفرج على لورد اوف ذا كاريبيان؟ لورد اوف ذا رينج. كنت تقول لي ايه لورد اوف ذا كاريبيان؟ اللي هو لورد اوف ذا رينج اسمه ايه دوت لما سميجو. ميوجل. ماي بريشيس. بريشيس. احب اقول لك ان الطياره بتاعت الميشن هي نفس الطياره اللي انت فجرتها لي. ده والله. تعالى بقى والله العظيم. ايه ده مين دول؟ تعالى بقى انا جاي لك. زمايل ولا قرايب ولا انت ايه؟
انا جاي مش زمان. بوي بوي اسماعيل بيتخانقوا. تعال بسرعه هجيلك بس انا في الميه باخد شاور. انا بفايت انا بفايت انا بفايت انا بفايت انا بفايت خلاص 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 ميت وميت. كمل يا جدع. ايه الدراما؟ ايه ده هنموت جلوبال سيجنال. لا 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 يا عم هو في حد معانا في السيرفر جلوبال سيجنال ليه بس؟ تعال اركب يا عم البوليس بيجري ورانا. البوليس بيجري مش البوليس احنا في الصحراء. ايه دي الطياره؟ ايوه يا عم دي طياره كنت عايز اوريها لك يا عم. حلاوه. بص الحاجه دي ايه ده؟ إيه هيعمل هيعملها ولا اوكي نيفر مايند نيفر مايند. ايه ده انا ككو بايلوت بعمل الحركات دي. لطيف لطيف. لا بوريوش. لا 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 يا متهور. لا يا متهور. جو 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 مكتوبي يوز ذا كابس. واسماعيل عمال بيعمل كل حاجه عشان يشد اهتمام الكابس. سامر لا دوكس في هازارد. دوكس الله عليك الله عليك. مش ده بروكن ايرو؟ ايوه ايوه ايوه. مش دي بروكن ايرو الحته في بتاعت فين؟ لا بيستي الميشن. اوعه ميشن اوعه. هيلب ديليفر ده ميجول. ده مكتوب لي لوز ذا كابس. انا هيلب ديليفر ده. طب تنط انت وانا اركب. اركب ايه يا عم ده في انت مالك معتني في ثانيه كده شاور لي على المكان بس. في الهانجر اللي احنا كنا فيه. والله طب انا دلوقتي نلمس الارض سيجا؟ لا انت معايا بقى معايا بقى هتلمس بقى هتلمس. خلي بالك خلي بالك. لا الله عليك. لا حل لا حل. بس انا فاكر الجبل ده. اتخش اتخش اتخش. لا ديليفر توضه هانجر. خلي بالك عشان لاند بقى. الراجل عمود. مش دي مش دي. ده البوليس هنا يا اسطى. الو هم بيضربوا عليا ليه؟ مش عارف مش عارف ليه بيعملوا لي كده بس انا صاحب مكان المفروض يعني. ايوه ايوه زي ما انت ماشي كده. بس ادي الهانجر اهو. سوق اسماعيل. ايه ده؟ بس خلاص. هو ليه مش عارف؟ يو ماست لوز يور وونتد. هو بيجري ورايا كده دلوقتي؟ ايه الهبل؟ انا البوليس مش بيجري ورايا. طب استنى انا هروح اخد طياره ثانيه بعيده. جو 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 جو. مفيش حاجه ماشيه صح والله العظيم. احنا بنلعب النهارده مهمات بالهدف. خلاص انا خلصت. دخلت الطياره قوي تمام كده. ليتس جو. تان 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 تان. انا جاي لك يا ريس. يا عم في حاجه عايز اوريها لك من ساعه ما بدانا. خش لك الهاند. صباحيه ربنا فاهم ومش عارف اوريها لك وغلبان ومسكين واخيرا هعرف اوريها لك تقريبا فلما نشوف. انا جاي اهو. الحمد لله. هتلاقيني بره. في ايه يا عم؟ استنى بس انا موت. ايه؟ حد كان واقف قدام الهانجر ضربني بطلقه ما. بس بصراحه بص هو احنا خدنا عملنا مغامراتنا النهارده فاللي هيحصل دلوقتي ده الخاتمه. حلو؟ انت عملت بموت ليه؟ ما علينا. طبعا. انا جاي لك بحاجه قويه والله العظيم. حاجه متاكد ان انت ما شفتهاش قبل كده وهتنبهر لما تشوفها. عشان اشوقك بس هي حاجه اتنين راكب ممكن نركبها مع بعضينا. هتخلي سماء لوس سانتوس تبتعز. ما اعرفش يعني ايه تبتعز بس هتبتعز بالرعب وفي نفس الوقت الانبهار. الوانها الوان قناتك يا رايق. ما تيجي اوريك. ما تيجي نشوف. اسماعيل تعال اركب. اسماعيل ما انا مستنيك اهو. ايه ده؟ لا تعالى لي. تعالى تعالى. لا تعالى لي. تعالى اركب بس عشان نتفسح شويه. صغيره. انت جبت فلايت سيميليتور هنا ولا ايه؟ تعالى بس بص الطياره قد ايه اصلا؟ طياره قد المابا والله العظيم. تعالى شوف حجمك قد الطياره قد ايه؟ يا رايق يا رايق يا رايق يا رايق. هو انت ايه ده؟ ده انت النمله دي؟ انا طالع اهو. ايوه ايوه. بس انا حاسس ان انا عايز اعطس. ايه؟ عايز اعطس. شوفها في الهواء. شوفها في الهواء. وبعدين يعني الساعه كام دلوقتي في اللعبه؟ خلاص كنت هروح للفضائيين دي. انت مش شايف حجمها؟ ايه يا عم ده؟ في ايه؟ برضه واضح 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 ان انت مش واخد بالك. ايه ده؟ في حاجات في حاجات وقعت. بص تحتينا بص تحتينا بص تحتينا. انت تركنا فوق جبل ولا ايه؟ متهور. دي القناة اللي احنا بنيها حضرتك. ايه يا عم الطيارة دي؟ هي الطيارة اصلا واخدة الباب من اولها لاخرها فانا مش عارف هي بتروح فين. تقريبا يعني. الساعة كام بس في اللعبة بس قول لي؟ 19:30. انا ما اعرفش اذا كان اصلا متوزعة في كذا حتة في المبنى بس هي عامة الطبق الطاير بيبقى باين يعني هتلاقيه باين فوق كده في السماء شوية. طب بص ضغطنا كده. ايه يا عم ده؟ عايز تسوق؟ تسوق ازاي؟ لا بلاش. عايز تسوق؟ بلاش. تسوق ازاي؟ بسي تسوق تسوق ازاي؟ ايه ده انا سايق. الو؟ انت بتسوق لتحت ليه؟ ما
انا جاي لك اهو يا عم. انت مالك اهو بتهبط كده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل قدامي ده؟ ايه اللي حصل؟ فيه ده تامر اسماعيل. فيه ولا حاجه بيستي ازاي ماشي كده والله؟ صباح الباكر في وشك. ها خلي بالك انا في وشك يا اسماعيل باريس. الحمد لله. ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله. ايه ده؟ انا افتكرتك لسه في البداية. ايه ده ميسي عامل ايه؟ ايه ده اخبار؟ يلا ابيض حاج نام بقى وسنينه. طيب نفسك انت بتسوق ابسايد داون ليه؟ مش عارف ميسي. بص بقى ده ما تعرفش بيعيش ازاي ولا بص هو هيعيش برضه. انت بتعمل ايه يا عم؟ هو انت راكب طياره ورق يا اسماعيل؟ ايه عدم التقدير ده والله؟ يعني انا هركب في الهواء، شايفني انا قدامك اهو. هل ينفع اصلا نركب في الهواء؟ هنكتشف دلوقتي، تعال. بيستي. لا اللي بتعمله ده غلط، اللي بتعمله ده غلط وخطر والله العظيم. ايوه خدني معاك بقى. استنى. ها 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 لا ايه اللي بيحصل؟ استنى. استنى. لفلي لفه. لفلي لفه. اها ايوه اهو بيعملها ولا ايه؟ لسه تعال لي. انا تقريبا بنهار. بنهار ايه ده؟ بنهار الدرماني. انت بتلف جاي ليه اصلا؟ بشويها. ما تركن طيب وانا اموتك. ايه يا عم هو انا سايق فيسبا؟ انا باراشوت. ايه ده لبست دايت؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. الحمد لله على كل شيء. لبست في شجره ولا ايه؟ اجيلك. لا قصيت الباراشوت. بص تعال بقى تركن لي على الجبل. انا على الجبل اللي فوق. ايه اللي فوق؟ انا المفروض باين لك على الماب ولا ايه؟ اضرب طريقتين في الجو ولا اعمل اي حاجه. استنى هدي لك حته فليت جن اهو زي الافلام بالظبط. ايوه شفتك عمال ارميلك فليتات في الهواء. شفتك وهلف لك. شفتك وهجيبك. يا لهوي بعمل لك اهو مجرى نزول. ايوه بص بقى. بص شوف ده. ايه ده؟ شوف ده. لا انت دي هتموتك. دي ايه ده؟ انت ليه مش نازل العجل؟ هو احنا المفروض نازل العجل؟ والله بص انت ضميرك يعني. بس انت انت لا دي لسه موجوده اهي. اوكي تمام تمام اهو جاي لك اهو. جاي لك اهو ايوه جاي لك اهو. ايوه جاي لك اهو. جاي لك اهو. معاك جاي لك اهو. ايه ايوه الله عليك الله عليك. قلتش حاجه يا فعلها. الله عليك اسماعيل يا فعلوه. استنى جايلك. الحمد لله. بقول لك اوبن ذا دور فور بابا ذا بامب. اوعى تدوس على البومب. هتدوس هيقع في وشك هنموت كلنا. عايز اعطس. لا استنى بس الفضائيين اصلا لو شافوا الديسبلاي اللي حصل من شويه ده هيبقوا عايزين يتكلموا معانا. فاستنى. ليتس جو هوم بويز. عارف انت رونج بلانت. استنى ركبت. استنى لا لسه ما ركبتش. استنى لا انت محتاج تطلع قدام سيكه صغيره عشان الباب يوصل للارض. سنه صغيره بس. بس بقى فرمل والله فرمل يا عم. وقف طيب. بس خلاص بس الحمد لله هي وقفت. انت كويس؟ انت محتاج تطلع قدام سيكه صغيره بس. مش عارف اركب. هيا اثبت. اعتقد كده تيجي. انا هطلع اهو. انا طلعت اهو. اركب انت بقى. اركب بس. اركب. هو مش راضي يركب يا اسماعيل. اركب بس. استنى. بوي. طب وقف. ايه ده؟ لا طيارة. طب يلا عشان فضائيين جايين عايزين نركب. ركبونا. ايوه. ركب. ايه ده؟ هو انا جوه. ايه ده؟ اها. ايه ده؟ البتاع الفضائيين جم ولا فين؟ اركب طيب. اركب اسماعيل. انا جاي. مش عايز يدي اي حاجه. يا وي. اوكي طب اطلع عند الفضائيين طيب ولا اعمل اي حاجه. انا بتبطل. اركب اسماعيل. انت فين؟ انا تحت. اركب اسماعيل. اركب بسرعه. اهو
ايوه الله ايوه ايوه ايديها الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك اوكي دلوقتي بقى حد يقول الفضائيين دول يستنوا عايزين نتخاطب معاهم استنى 2000 years later هتيجي ايوه ايه 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 هو احنا ازاي الدنانة احنا زنانة زنانة معانا من بره ربنا طب ما فيش معاك ازاي الدنانة هنا بس عشان مش فاهم معاك منشار طيب نعمل البتاع دوت والله يا ابني معيش حاجة لا دوس ايه كده ما بيعملش حاجة ايه حط القنابل نفسها مش شغالة اه المفروض القنابل تشتغل استنى يا عم هي القنابل مش شغالة بقى تقريبا ده السكيورتي ميجر يعني انا طلعت اهو اه يا بستعمل ايه يلا هو 1 2 3 هاتشو ايه ده ايه ده استنى استنى انا تحت الطيارة ايه ده ايه ده ايه ده في كان ايه ده ده كده في انت رحت فين ايه ده ايه جو هوديني ده انت عندي اختفيت انا كنت تحت الطيارة ايه ده والله يعني سلسلة لطيفة لا يعني ويلكم باك ويلكم باك عرضة جميلة مليانة فايدة عمت للكل حرفيا مفيش حاجة حاولنا نعملها النهاردة واشتغلت صح الحمد لله على كل شيء وقف ايه ده وقف انت طيب هو في ايه بس ايه انا مروح ماشي بس فاهم خلاص موتوهم خلاص انا مروح وفيه. ماشي ايه ده انا مروح ماشي هو ده بستي لا احسن يعمل قلش ده بستي يا متها ايه ده بستي هو ازايك عامل ايه انت ازاي كده ايه ده ارجع باي فلوس واحد منه فلوس اقفل يا عم عمدا بعدها زلاري يعني يا رب ما عجبكم لعجبكم الفيديو حابين نشوف فيديوهات تانية من جي تي يعني يا ريت تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب بس واشوفكم الفيديو الجاي سلام